بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، مع شيخنا الإمام الأستاذ الجليل الإمام الأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي حفظه الله، وهذه اللحظات الإيمانية مع القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت لنا من سورة إبراهيم عليه السلام مسألتان. الأولى في الآية 34 يقول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذا في سورة إبراهيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نفس الآية جاءت في سورة النمل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن عجز الآية مختلف. هناك في إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في النمل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إذن عندما يلقي إلينا رب العالمين بتحدي إنساني يدل على قصور الإنسان في المعرفة وله حد أعلى، من ضمن ذلك يقول رب العالمين: إن نعمي كثيرة لا تحصى ولكنها تعد، فإن كنتم تستطيعون أن تعدوها فإنكم لا تحصوها. هذا ما نصت عليه الآيتان في السورتين، ولكن بقية الآية تختلف عن الآية الأخرى. في سيد إبراهيم يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هناك: أنتم لا تحصوها ولكن الله سيغفر لكم إن الله غفور رحيم. يعني الأمر مختلف، وكأن الخطاب لأمتين مختلفتين تماما، مع أن الخطاب لأمة محمد والنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الخطاب للبشرية كلها، لكل عباد الله، وعباد الله كما تعلمون إما مؤمن وإما كافر، لا ثالث بينهما. طيب، قبل كل شيء، من يذكر منكم في برنامجنا أنا والدكتور نجيب الكلمة وأخواتها فرقنا بين العد والإحصاء. العد بالاسم تحط له رقم، تقول لي: يا فلان ما هي نعم الله عليك في جسدك؟ يقول لك: يا أخي السمع والبصر والأفئدة واللسان والكلام، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ممكن تحصيها. السمع واحد، البصر اثنين، الفؤاد ثلاثة، اليدين أربعة، الرجلين خمسة، وهكذا القلب، يعني تعد يمكن مية مئة ألف مليون. هذا عد. الإحصاء كل نعمة من هذه النعم تحقيق الهوية. السمع تفسير العلمي، خواصه، قدراته، ما يقويه، ما يضعفه، كيف يصير السمع، كيف يصير البصر، كيف يعني شو الشحمة هذه اللي تخليك ترى كل شيء، هذا العقل، الدماغ اللي هنا، شو هاللحمة هذه التي هي عمرت كل هذا الكون. ممكن طبعا من أن خلق الله البشرية إلى اليوم وإلى يوم القيامة سيستطيع الناس أن يعدوا كل النعم، ولكنهم لا يمكن أن يحصوها لأنها متجددة إلى يوم القيامة. عينك وأنفك وسمعك وبصرك يتجدد كل يوم. والعلم الآن يقول شيئا خطيرا لو سمعه الأولون لقالوا هذا سحر. وهذا العلم اليوم سيكون قديما بعد ألف سنة، سيكتشفون أشياء عجائب وغرائب. يعني مثلا تعرفون الآن العلم توصل أنه في كل يوم، في كل يوم في جسم الإنسان تتلف مليونين خلية ويقوم مكانها جديد. يوميا مليونين خلية تتلف وتجي مع مكانها مليونين يوميا. وهذا لسه مش النهائي، في أشياء أخرى. يعني عندما تسمع في الإعلام، في الكتب، خاصة أهل الاختصاص، أهل الاختصاص في الإنسان بالمخلوقات الحية، فالعجب يعني تذهل، الله أكبر، فإن الله على كل شيء قدير، هو الحكيم الذي يضع كل شيء في مكانه، بحيث عندما تعرف كم أن الله كبير وكم أن الله حكيم، بحيث نظم هذا الكون المعجز الذي تعجز كل كمبيوتر، كل جميع الأدوات والكمبيوترات عن فهمه، ما بالك عن صنعه. ولهذا عاد أن ربا بهذا الكمال يقول: فمن تاب وآمن وعمل صالحا كبير رحيم. زين،
الخطاب في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، هذا خطاب لغير الشاكرين، هو اختص كما هو الآن في العالم، في ناس اخترعوا وابتكروا واكتشفوا في العين والأنف والسمع والسماوات والأرض، كل هذا الذي صنعوه أمامكم شيء معجزات، ما خطر ببالهم أن وراء هذا ربا عليهم أن يشكروه، ولا خطر بباله. يعني لما تقول احنا أنت المسلم تقول الحمد لله عيني كويسة اليوم، الحمد لله سمعي زين، لما تأكل تقول الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر، هذه أمة شاكرة حقيقة، هي هكذا بتوفيق الله عز وجل. هذا الكلام ما ترى في أي أمة أخرى، الحمد لله والله رب العالمين فضلك علي يا ربي ما أنسى ما كم أن الله عظيم كم أن الله، ما في هذا. إذن الناس إما مؤمن وإما كافر وإما شاكر، والكفر هنا مش كفر كمر مش كفر ملة، كفر نعمة، إن الإنسان لظلوم كفار، حتى المؤمن بالله قد يكون ظلوم كفار ما يشكر النعمة. وشنو الشكر؟ استعمال النعمة في طاعة الله، عندك إذن تستطيع أن تستعملها في معصية أو في طاعة، وهكذا كل نعمة، السيارة، التليفون، القوة، الملك، السلطان، العلم، الشعر، الفن، كل شيء ممكن أن تستعمله استعمالا ينفع الناس وأخلاقي وأصولي، وممكن لا تخليه شهواني وعدواني واعتدائي واستحواذي إلى آخره. وهنا كثير من الكفر في الكتاب والسنة يعني به كفر النعمة، إن الإنسان لظلوم لنفسه كفور وكفار بالنعمة، هو لأنه ظلم نفسه. حينئذ نقول عليك أن تفهم بأنك أنت تستطيع أن تعد نعم الله. هذا ممكن أنت وأنت في بيتك وأنت جالس بظرف فيك ساعة ثلاث ساعات تعدد ألف نعمة، البيت والأثاث والأولاد والسيارة والتلفزيون أمامك وأنت آمن وأنت صحيح الجسم وإلى آخره، وتعدد الشوارع النظيفة والبلد الآمن والحاكم العادل، تعدد ممكن مليون بس ما تعرف تحصيها. أنت عندك سيارة شو صارت، شو اخترعوها، من اخترعها، شو تشتغل، ما تعرف. إذا أنت تعد ولا تحصي، وهذا رب العالمين يقول أحصاهم وعدهم عدا، رب العالمين يعرف أنت بالشعرة، ونحن أقرب إليه من ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مو بس أنت، العالم كله، جميع البشرية من آدم إلى أن تقوم الساعة، رب العالمين يتعامل معها كما لو كانت نفسا واحدة، أبدا نفس الشيء. هو الآن رب العالمين في اللحظة اللي اسمعوني فيها ينظر إلى جميع الناس في العالم كأنهم شخص واحد. أنت لو تحدثت مع شخص تكون منتبه عليه وتعرفه زين وإلى آخره، لكن ما تعرف الثاني، ما تعرف الثالث، ما تعرف الرابع، ما تعرف الخامس. رب العالمين ينظر إلينا جميعا في آن واحد وكأننا شخص واحد، ولهذا قد أحصاهم وعدهم عدا. فأنت لما تقول فلان الفلاني واحد، إحنا الآن خمسة هنا، عد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذا عد، لكن هالخمسة هذا شو اسمه وش قد عمره وشنو ثقافته، كم عنده أولاد، فصيلة الدم، مستوى ذكائه، مستوى أخلاقه، كم عنده فلوس، كم عنده أقارب، يعني معلومات تستغرق مجلدات. هذا إحصاء، يعني كل واحد منكم الآن خاصة في هذا الزمان لو راح إلى الأجهزة المعنية التي تعنى بإحصاء الشعب، كل واحد، ويعني أنت بس الآن لما يصير عليك مشكلة، يدخل عليك حرامي، أحد يقتلك، أو أنت تكون مجرم، بس داتا شيء معين، زر واحد تطلع عنك سيرة كاملة، خمس ست كتب، أنت أصلك وفصلك وشكلك وأهلك، يا الله، هذا إحصاء. ولهذا لما يقول صار إحصاء سنة 1960 في الإمارات، مو ما عندنا كم واحد، إحنا كم مليون مليونين، لا، إحصاء مش عد. هذول هالمليون واحد في الإمارات المواطنين الأصليين، كل واحد من أي قبيلة ومن أي فصيلة، وش يشتغل، وين تعلم، من أمه، من أبوه، كم أولاده، نفسيته، هل ارتكب جريمة، هل في مرض معين، يعني إحصاء كامل. ما هي شهادته، ما هي وظيفة، ما هو مرض تخرج، ماذا يشتغل، هل حبس يوما أو ما حبس، تحقيق بحيث ما في جزئية في حياته إلا يعرفونها. كم عندنا من الماء في أي مكان، هنا ماء مالح، هنا عذب، هذا بحر، هذا نهر، هذا شط، كم من الأشجار، كم من النخيل، كل نخلة من أي نوع، هذا إحصاء.
لقد أحصاهم وعدهم عدا. ولهذا رب العالمين يقول سبحانه وتعالى يقول وأن تعدوا نعمة الله إذا كان باستطاعتك من تعدوها، بس أنت ما تحصوها، لا يمكن لأنها متطورة. هذه العين يسأل طبيب عيون يقول لك هو من منذ أن بدأ الطب إلى الآن في كل 10-15 سنة نكتشف في هذا البصر في هذه العين أسرار لم يكن يعرفوها أجدادنا، وسيبقى هذا الاكتشاف إلى يوم القيامة. وقص على هذا كل نعمة إذا مستمر هذا الإحصاء. شيخ، يعني هذا التفريق الدقيق بين هاتين الكلمتين التي ظن الناس كثيرا أنها مترادفة يتوجب من فضيلتكم، يعني تتفضل من فضيلتكم للتفريق بين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها. نحن عرفناها أنها عدها، لكن إجابة لهذا السؤال إذا تتكرم يا سيدي الشيخ بعد هذا الفاصل إن شاء الله. نعود يا سيدي الشيخ إلى تفريق بين العد والأحصاء بالنسبة للحديث النبوي الشريف على أسماء الحسنى. نعم، هو الحديث من أحصاها. من أحصاها؟ نعم، احنا فهمناها أن الإحصاء يعني العد، إن أيوة. الله الرحمن والرحيم، هذا زين، لكن مطلوب الإحصاء الرحمن إيش تعني؟ الله استعمالاتها وأبعادها، فرق بين الرحمن والرحيم، متى تستعمل، متى تستعمل. كل اسم من أسماء الله الحسنى قد تكتب عليه مجلد. نعم. وبعدين إن لكل اسم من أسماء الله الحسنى سرا خاصا، يعني نعم. أنت قد ينفعك الرحمن أن ينفعنا الرحيم، نعم. لكن ينفعه الودود، لأن كل صحيح. واحد إذا استمر على أحد الأسماء ودرسه وأسراره وعود عليه يفتح الله نعم. عليه فتحا عظيما، وكل واحد له اسم. نعم. فعليه أن يبحث عنه، هو هذا معناه من أحصاها. خليك وراء في الاسم الفلاني، اقرأ عنه تفسيره، متى يستعمل، ما هي فوائده، ما هي أبعاده، وظل كرر كل اسم، كرر اسم إلى أن يفتح فتحا يعني خارقا. لكن الأمر يحتاج إن شاء الله الشيخ أيضا إلى برنامج مستقل إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله. أما الآية الكريمة الأدهى من هذا والمخيف المهيب التي تتضمن أحصاه الله ونسوه، الله شيخ، هذه عجيبة العجائب، وربك لا يظلم مثقال ذرة. أحصاه. اثنين زنات، اثنين قتلة، اثنين يصلون، اثنين صايمين. رب العالمين يعرف الاختلاف بين كل فعلين بأقل من مليار من جزء الشعرة، يعني هالصلاة وهالصلاة صلوا اثنين مع بعض، مدى الخشوع، مدى الإخلاص، مدى الصدق، مدى الصح، تفصيل بالصلاتين بحيث لا يبقي فيها ولا جزئية. هكذا واحد زنا والآخر زنا، مدى الاختيار، مدى الإنكار، مدى الاستغفار، مدى التوبة، مدى الندم، مدى الإصرار، مدى التحدي، بحيث رب العالمين يجازئ ويكافئ، يجازئ على المعصية ويكافئ على العبادة، على الطاعة، بشكل عادل لا يختلف ولا شعر ولا يظلم ربك أحدا، وإن كان مثقال ذرة أتينا بها. أيوة. هذا الفرق بين الإحصاء وبين العد، هكذا. الله الله. وبالنسبة للشكر، يعني سهل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وخف عنا عندما قال من قال عندما يصبح ويمسي اللهم إن أصبحت منك في نعمة وعافية. شيخي، يعني هذا جواز سفر دخلت فيه في في أيوة. في الشاكرين، قد لا تكون شاكر لكن صرت معهم. أيوة. يعني هذا لما يصير الصبح، نعم. وتقول اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى، فقد أديت شكر يومك. لكن مثل لا تصبح من الشاكرين، شكر ذلك اليوم. هذا الطاعة تدخلك في زمرة الشاكرين، ولكن الشاكرين زمرة عظيمة، أنت في زمرة الأساتذة، أساتذة فيهم مدرس وفيهم ماجستير وفيهم دكتوراه وفيهم عميد وفيهم نام عميد وفيهم متعدد المواهب وفيهم قوي فيهم، لكن أنت بالزمرة تعشر معهم. ولهذا هذا يعني شوف الآية، شو تقول الآية؟ نعم. ما قالت عندما تعدون النعم لا تحصوها، قال وين، ليش؟ الله الله، وحتى هذه مشكوك فيها، يعني هناك نعم مخضع أنت، يعني حتى البشرية كلها لو اجتمعت قد تذهل عن بعض النعم أنها نعم. يعني مثلا من كان يعلم أن المرض نعمة؟ صحيح. أن واحد يغتابك ويخش في عرضك نعمة، أنك أنت تصاب بالصلاة حاشاك نعمة، من قال أن هذا؟ إحنا كم يوم صارنا بالعواصف الرملية، نعم. طبعا شيخي هذه العواصف الرملية أعظم علاج إلهي لجميع التلوثات، ما في شيء يقضي عليها إلا هذه العواصف. يعني إحنا في العراق كما تعرف كل الدول صار فيها حروب،
في تلوث خطير يعني في الأنبار كما تعرف، في الفلوجة بالذات الولادات حيوانات، يعني لما المرة يجيب حيوان حيوان يعني مشوه ليش من التلوثات، كل ما هذه المياه والزروعات ما في شيء. هذا العلم يقول هذا، هذا أنا سمعت برامج كلنا سمعنا برامج، هذا لا يقضي على هذه العواصف الرملية تقضي على التلوث. ولهذا بقت حوالي 3 شهور في العراق من الكويت إلى المملكة إلى بعض الخليج هذه العواصف الرملية، هذه المنطقة تلوثت كلها، تلوثت بالحرب العراقية مطهرة، فهذا طهرتها 99%. يا سلام. طبعا بالعراق ما في كهرباء والناس تموت حرا، ليه ما في كهرباء؟ وجت العواصف يعني كاد يفقد تزق انفاسهم حقيقه. احنا من هالبرنامج احنا لما سمعنا هذا وقراناه في الكتب وبالاخبار بالاخبار ان هذه العواصف الرمليه تقضي على التلوث، شيخي والله تحملوها بلذه متناهيه ونسوا التعب والحال، قال خليه يجي بس هذا حنشفى. من يعرف ان العواصف الرمليه نعمه؟ هذه القوارض الزواحف والقوارض، من يعرف ان هذه الاولاد ما كانت تعيش في الارض؟ المنحه وبالتالي شيخ ما كان يعني بدون هذه الزواحف والقوارض كان اصل مزبله، يعني من كثر ما فيها من اوراق وما اوراق من الاشجار والمواسم لا يمكن تسكن فيها. لكن هذه شو العادم مال السياره، هذه عادم للكره الارضيه، ما تبقى فيها لا زباله ولا اوراق ولا تكدسات. وقش على هذا وأنا أقول وين تعدوا إذا كنتم تظنون أنكم تعدون لكن ما تحصلون أكيد، ربما علماءكم ربما بعض عباقرتكم يعدون. إذن هذا الكون الذي عند الله لا يساوي جناح بعوض فيه كل هذا الملك، فما بالك يوم القيامة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. رب العالمين يقول علي أنه ملك كبير، وهذه الكرة الأرضية اللي الناس تتخاصم فيه عليها تتقاتل عليها كلها يقول لا تساوي عندنا، مش جناح بعوضة لا تساوي، يعني هي عدم. إذن عدم. وبدأ لهم من الله ما لم يكون يحتسب هكذا الحمد لله. ولهذا قال قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. وكذلك يا سيد الشيخ يعني هذه الجراح والآلام التي تمر بها اليوم الأمة إن هي إلا علامات لأفراح وأمال إن شاء الله تتحقق. طبعا احنا كنا نعرف دائما أن الحزن يسوي أمراض، تبين لا أن الحزن والهم يقضي على أمراض. الله. وقص على كل يوم هذا، يعني هذا العلم حقيقة العلوم في العالم كله في الغرب وغير الغرب علوم الفضاء وعلوم الطب وعلوم الفسلجة شيخ تكتشف عجيب. وعندما يحكوا لك وإحنا طبعا حتى فهمنا لها بالمصطلحات العلمية تكون محدود ولكن الذي نفهمه كثير. وهذا أنا أقول معقول رب بهذا الكبر وأن هذا جزء يسير من خلقه الذي لا يبالي به ولا يساوي عنده جناح كل هذا الكون هذا الكبير. أنا أقول لا إله إلا أنت يا ربي لا أعبد غيرك، يضعوني في النار؟ الكبير لا يفعل هذا. من هنا نفهم من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مصدقا بها قلبه دخل الجنة، لأن الله كبير. الله أكبر. ولهذا شو يقول على جهنم لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. المؤمن إذا أساء ظلم قتل له نار أخرى غير نار الكافرين، هذه النار التي قال جحيم وما جحيم لا يصلاها إلا الأشقى الذي قال لا في الله ولا في دين كما الشيوعيين وغيرهم والتاريخ والعبد الأصنام وإلى آخره. أما المؤمن له شيء آخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خارج جهنم. عذاب المؤمن من كل أديان الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر عذابهم غير يعني معقولة يخلي واحد يؤمن بالله يؤمن بسيدنا عيسى يؤمن بسيدنا موسى هذا يهودي هذا مسيحي هذا صابي هذا مسلم يعني يؤمن بالله واليوم الآخر عذاب عذاب الذي يعبد الأصنام ثم لا يؤمن بالله مش معقول كلمة لا إله إلا الله عجوبة. إذا رب العالمين عز وجل لما قال لا تحصوها لأنه نحن محدود وخلق الإنسان وضعيف وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يبقى الشكر يبقى الشكر. كما أن الكفر كما أن الإيمان درجات وكذلك الكفر والعياذ بالله هي دركات وهذا من مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى وقصته. نعود إلى شيخنا الجليل بعد هذا الفاصل لنواصل إن شاء الله هذا الحديث الممتع. عندما تتشتت الأفكار وتختلط المفاهيم نسير على غير هدى ولكن هاتفا في داخلنا ينادينا
فنسأل عمن يرشدنا إلى الطريق الصواب ويدلنا للفوز بالصراط المستقيم. فاسألوا أهل الذكر، الجمعة 11 صباحا بتوقيت دبي. قبل أن نبدأ يا سيد الشيخ، عندنا الشيخ صالح على الهواء. تفضل يا شيخ صالح. فالح، أستاذ فالح تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم عنا خير. نغيب عنكم فنذكركم ونرجع إليكم لنقليكم. بارك الله فيك، حياك الله فيكم. جزاكم عنا خير الجزاء. رضي الله عنك شيخنا. أقول لأستزيد منك، لما أن الله سبحانه استحال على عباده أن يحصوا، فقد وهب بعض عباده بصر وبصيرة. سألتك مما يقرب من سنة ونصف على الهواء مباشرة عن أحوال الأمة، فأجبتني بيديك كريمتان وأنت تقلبهما بأن الأمة تنظف نفسها. نعم. كان ذلك قبل الربيع العربي، فهذا أحبه من البصيرة التي أمدك الله بها. نعم. الله سبحانه أن يديمها عليك. هذه يا شيخ الأمة التي تنظف نفسها مع هذا البلاء العظيم الذي يحل عليها. كنت بعين رغيب تنظر إليها التي أمدك بها ربك جل في علاه، فأحسن الله إليك كما أحسنت إلينا، وجزاك عنا خير الجزاء. أقول فأختم، شيخنا لي عندك حاجة أن تخصني بدعوة أن الله يقضيها. آمين إن شاء الله يا رب. أنت والإخوة المستمعون والأستاذ نجيب. آمين يا رب العالمين. قضى الله حاجاتك إن شاء الله. وأتمنى منك تعقيبا على ما ذكرت فيه. جزاك الله خير وبارك الله فيك. وحشتنا جدا يا شيخ صالح، من زمان ما سمعنا صوتك العذب وملاحظاتك القيمة وإضافاتك التي تدل على علمك، وبارك الله فيك. فأنا قبل سنتين قلت إن الأمة تنظف نفسها، والآن تقريبا أوشكت أن تنهي هذا العهد أو هذه المرحلة، وبدأت بل تنظفت فعلا إلى حد كبير، دماء ودموعا والبقية في طريقها كما تعرف، ولن يوقف ذلك أحد إن شاء الله مهما عظمت التضحيات. المرحلة الثانية خطيرة، لأن الأمة سوف تكون على مفترق طرق، والمفترق الطرق هذا مخيف. لماذا؟ إما أن يكون لك مرجع، وإما أن تتيه وتظل. رب العالمين عز وجل قال أولي الأمر منكم، والأمر بالحكم الحاكم، وبالعلم العالم، وبالمسيرة الحكيم. نحن بحاجة إلى حكماء يقول لك يا ابني امشي من هنا، كما كان بعضهم على قلتهم وأخذهم الله عز وجل قد استأثر بهم علينا، كالشيخ زايد وأمثاله. هؤلاء كانوا من الحكمة يقول لك يا ولدي يا ابني هذا، اتبع هذا الطريق، هذا الصح. وإن شاء الله هذه الأمة مليئة، شيخ زايد يتكرر إن شاء الله كثيرا في المستقبل، وحينئذ سوف يأتي حاكم وحكيم يقول لك يا ولدي بلها الهوسة، بلها المظاهرة، امشوا بهالطريق، هذا الصح، هذا الخطأ، وكلنا يقول سمعا وطاعة. إن لم يظهر هذا كما يقول هذه القصة الغربية في انتظار جودو، احنا نحن في انتظار هذا المبعوث الذي يبعثه الله. وانت تعرف أن هذه الأمة مليئة بالرجال. من هو عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز. من هو عمر بن الخطاب نفسه؟ من هو علي؟ من هو الشافعي وابو حنيفة؟ من هو البخاري؟ ناس عاديين. من هو صلاح الدين الأيوبي مؤذن في مسجد؟ من هو عمر المختار إمام في مسجد؟ ناس بسطاء، لكن الله وهبهم حكمة فقاد الأمة. نحن في انتظار هذه الفئة الكريمة في كل شعب وفي كل دولة إن شاء الله، بعد هذه النظافة التي تأخذ مجراها الآن، وقد سئمنا الأسماء والعناوين وبقية الأسماء في طريقها إلى الزوال. نحن أمة فقط، أمة، لسنا طائفة ولا فئة ولا حزب ولا جماعة، نحن أمة. هذه الأمة تحتاج هذا الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم أميرا، أي مرجعية.
ولهذا المرجعية تنقص هذه النظافة. نعم تنظفنا الآن، أين المسير؟ في الحكم، في العلاقات مع الدول، في الاقتصاد، في السياسة، كل هذا سيأتي بإذن الله، والأمة مليئة بالرجال. وسوف ترى يا شيخ صالح بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة إن شاء الله سترى أمة تعجبك إن شاء الله بإذن الله. ننتقل إلى الأستاذ أبو أحمد من العراق، تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام أبو أحمد، حياك الله. أكلم الشيخ بلا زحمة. إيه معك تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا. صليت خلفك عند سقوط بغداد. نعم نعم. في جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. نعم. في أول صلاة بعد السقوط. صحيح. يا شيخ رجاء في الدعاء من دعواتك الطيبة. آمين. لأهل أبو غريب المحاصرون الآن. فالحقيقة العراق كله مقصر يا أحمد، كله محاصر، العراق كله محاصر، وثق أن العراق كله سيفك عنه الحصار، لأن العراق بلد الله، ولهذا أول بلد على وجه الأرض العراق. وقال الله سبحانه وتعالى في القدسي: جعلت فيهم خزائن علمي وخزائن رحمتي. ولهذا العراق أعظم وأكبر من أن يبتلع، إذا بلعه إنسان ظلما سوف يكسر حنكيه. فالعراق قادم والأمة كلها قادمة، كل الأمة قادمة إن شاء الله. ولهذا أنت ترى أن كل كثير من الدول الآن تبحث عن أن تتوحد. يعني كم طلب قدم لدولة الإمارات من المغرب، من تونس، من الأردن، من يعني لكي تتوحد. هذه ظاهرة لم تكن تخطر ببالنا حتى في الرؤية. العالم العربي الآن بدأ يستيقظ، ولهذا سيعرف طريقه إن شاء الله، والعراق سيكون له دور عظيم في كل التاريخ. إن شاء الله. كلما وقعت الأمة في أزمة انتفض العراق، وسوف ينتفض انتفاضة سلمية كريمة برجاله وأهله إن شاء الله. بخليفة تفضل من أبوظبي ولا من العين؟ تفضل بخليفة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أحمد والله إني أحبك في الله. حفظك الله ورعاك، وأتمنى منك الدعوة الخاصة لي. الله يخليك. آمين يا رب. يا رب يستجب لك ما تريد بإذن الله. آمين. إن الله يصلحنا إن شاء الله. آمين. الصراط المستقيم. اللهم اصلحنا وإياك. اللهم اصلحنا واصلح هذا الرجل الطيب أبو خليفة. حياك الله يا أخي الكريم. حياك الله. بارك الله فيك أبو خليفة. نعود إلى كلمة، احنا الان في الموضوع الثاني اللي هو فمن اللي يتذكر او يتذكر. مو الايه الكريمه اي يتذكر ايتين في ابراهيم 52: انما هو اله واحد وليتذكر، مدموجه تاء مدغمه، هي وليتذكر في ابراهيم وليتذكر. في ايه في في في, في ايه اخرى في سوره اخرى وليتذكر وليتذكر. إذن نحن أمام آيتين، الآية تقول وليتذكر، والآخرة والأخرى وليتذكر. أعتقد في طه، يمكن في صاد، في صاد، في صاد 29 وليتذكر. الفرق هذا طبعا هذا اسلوب قرآني عندنا. فمن تبع هداي في البقرة، وعندنا فمن اتبع هداي في طه. عندنا ليتدبروا، وعندنا ليتدبروا، وهكذا. هذا الإدغام، إدغام تاء بحرف آخر، مثل يصعد ويصعد، إليه يصعد الكلم الطيب. في آية أخرى يقول كأنما يصعد إلى السماء. إذن هناك فعل سلس وفعل شاق خشن مدغم، يصعد ويصعد، يتبع ويتبع، يتذكر يتذكر ويتذكر. واضحة يعني من الإشارة واضح أن هناك واحد بسهولة إليه يصعد الكلم الطيب لا إله إلا الله. واحد يقول لا إله إلا الله تصعد ملفوفة بها الملائكة يزفوها، لأن شيء عظيم ليس في وسع العقل البشري أن يعرف مدى قدر لا إله إلا الله محمد رسول الله عند الله عز وجل. قدرها عجوبة، ولا يمكن لعقلك أن تدرك. أنت بدونها لست بشرا، مفتاح باب الجنة بدونها ما في جنة.
إليه يصعد بسلاسة وانتظام وحكمة وذوق وقدرة وعلم ومعرفة، يصعد وفي صعد. يعني مثلا أنت صاعد على عمارة 30-40 دور، وصعد بالمصعد الكهربائي واقف جالس ويصعد فيه، تصعد على مهله في غاية الجمال، هذا يصعد. واحد الكهرباء مقطوع وصعد على السلم درجة درجة ويستريح ويقوم ويطيح، وعنده بعكاز يلا يا الله، ها وين وصلنا؟ بالدور التاسع، وبعد كم؟ والحاضر، ها وين وصل؟ وإذا إلى أن يوصل يكون تعبان، هذا يصعد. يمكن يكون ناسي المفاتيح تحت. وهذا حصل والله، والله حصل معي أنا. كاد بعد عند البقال وبعد صعدنا فوق ونسينا المفاتيح. لا إله إلا الله. زين؟ ولأقول حينئذ هذا الفرق بين هذه الصيغتين، يتذكر وتذكر. واحد عالم جليل، هو شو التذكر؟ تقيس غائب على حاضر، القياس، والقياس هذا فجهد عقلي هائل. يعني ايش هذا حرام مثل هذا؟ مو هذا العلة واحدة وكذا وكذا، فعلم علم. حينئذ انت تستطيع ان تستدل على الله عز وجل من قياسات عن نعمه. هذا يتذكر اصحاب العقول، احنا قلنا عن لب اللب هذا قمة العقول. نعم شيخ، هذا حديث يحتاج إلى مزيد من التوضيح والبيان وشواهد وأشباه ونظائر قرآنية، إن شاء الله سنتأملها مع فضيلة شيخنا الجليل بعد هذا الفاصل إن شاء الله. سيد الشيخ، قبل أن أبدأ، معنا الأخت لعلها أم أحمد من أبو ظبي، تفضلي. مرحبا أم أحمد، تفضلي. لعل الخط انقطع شيء، تفضل سيدي. اذا نعود الى كنا الفرق بين فعل، يعني يفعل ويتفعل، واضح ان هذه بمشقه بمعاناه بمحاوله، مره تفشل مره كذا، وهذا امر واضح. اغلق وغلقت الابواب، وغلقت الابواب هذه كل الوسائل في شده، في شده نعم يعني. بالمنافذ. ولذلك نقول ان هذا العلم هو الذي يوزن به الإنسان في الدنيا والآخرة، وعلى قدر علمك تكون مقامك. شو قول رب العالمين صلى الله عليه وسلم؟ الماهر في القرآن مع السفرة الكرام، واحد يقرأ القرآن بأساليبه وأسلوبه وأصوله ويعرف معناه، ولما يقرأ يعني كان أحد اللي كان الصحابة الكرام زي سيدنا عثمان، أحدهم بعد ما يصلي الظهر مثلا يحتبي يجلس على الحائط وحاط رجليه وبين، إذا عمل كذا فلا يفك حبوته حتى يكتب القرآن كله على الغيب. الله في البراعة. الله الله الله. هذا يقرأ أو لا. يعلم. وبين واحد يعني يقرأ الآية ويرجع عليها وغلطان وما غلطان، هذا يقول له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. وهكذا كله فعل. نعم. الأخ محمد تفضل من السودان. نعم. مرحبا محمد. نعم معك سيدي. إيه تفضل أخوي الشيخ معك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الجليل الدكتور أحمد الكبيسي. مرحبا. وفضيلة الدكتور نجيب عبد الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بياك. أسأل الله العلي الغدير أن يتقبل منكم هذا العمل الجليل. آمين. يا رب العالمين. آمين. إن شاء الله. ولكم وبكم وفيكم عليكم إن شاء الله. آمين. آمين يا رب. آمين. تلميذكم ومحبكم محمد عبد الله عبد السيد من السودان. يا مرحبا. حياك الله محمد. تفضل محمد. واحد مؤلف بعنوان دخول الكون في الآيات الساعة الكبرى. جميل. نعم. ما شاء الله. كنت قد أرسلت هذا الكتاب مع أخ واتصل بكم في الحلقة 138، ولكن تعذر عليه أن يوصل إليكم الكتاب. نعم. هذا الكتاب عبارة عن بحث بشروط أساس الدكتوراه. ما شاء الله. والله خير سنكون. البروفيسور الشيخ حسن الفاتح غريب الله عليه رحمة الله. نعم رحمة الله عليه. والله محمد. فضيلة الشيخ الدكتور حسن أحمد حامد. ما شاء الله. نعم. يا دكتور محمد، والله لو أتحفتنا بهذه بنسخة سنكون سعداء وشاكرين جدا، نحتاج هذا الكتاب، لأن أحاديث
أشراط الساعة فيها ما فيها كما تعرف. نعم. فتحقيقها على يدك وعلى يد أمثالك من العلماء النابهين مفيد جدا ونحن نحتاجه، وسنكون شاكرين لو تكرمت علينا بنسختين، وسوف يعطيك على التلفزيون دبي. على التلفزيون دبي. التلفزيون دبي تصل إن شاء الله. نعم، بالتوفيق أستاذ دكتور محمد، وبارك الله فيك، نفع الله تعالى بك، وإن شاء الله سيقرأ الشيخ الكتاب وسيبدي رأيه من خلال هذا البرنامج إن شاء الله. معنا أيضا أخت محمد من أبوظبي، تفضلي محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. سادة الكرام، عندي التفاتة وعندي تعليق. الالتفاتة لفت انتباهي كثرة متابعة البرنامج المبارك ما شاء الله، أنه لابد 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 من معرفة علوم الآلة، اللغة العربية معرفتها تساعد على فهم القرآن وعلى فهم الدين. ففي ناس يجون يفسرون القرآن من مجرد معاني سطحية، جهلوا أن أو غاب عن ذهنهم أن القرآن كان إعجاز للعرب، فلا بد من عمق في المعاني. مثلا لما يقول يد الله فوق أيديهم، ويجيك واحد ما عنده تمكن يقول لك يد، يعني مثل اليد، حاشا لله أن يكون له يد كأيدينا. فهذا الفهم العميق للغة يعني يفرش لنا فهم الدين والعقيدة. هذا هاي الالتفاتة. أما الملاحظة والتعليق، هو ذكركم سيدي للمرجعية في هذه الأمة هي ما قلت، لكن قل انتباه الناس وتمسكهم بالمرجعيات في هذه الأمة. وأنا أعتقد أني أنا أخذ ديني عن أحد دخل 4 سنين في كلية الشريعة، غير لما أخذ ديني عن شخص أخذ العلم بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسلسلة الربانية النورانية تضمن لي أني أنا قاعد أخذ العلم من ناس منورين عندهم علم يعني مرجعية حقيقية. مش كل من قرأ له كم من كتاب، وكل من دخل له كم من سنة كلية شريعة وياء وسواري نفسه مفتي وسواري نفسه عالم، ويخبط الأمة في بعض، وهذا يقول حرام وهذا يقول حلال. فالمرجعية جدا مهمة، وأرجو أن كل حد ينتبه إلى صقل اللغة العربية في البيوت، والانتباه والالتفات والرجوع إلى المرجعيات اللي هي علماء بالسند المتصل. وشكرا جزيلا. بارك الله فيك. والله يا بنتي الكلام كلامك صحيح، ولكن الأمر أعظم من هذا. نحن بحاجة إلى مرجعية عالمية كما كان أبو حنيفة والشافعي، كما كان أولا يعني فقهاء آل البيت الكرام كالباقر والصادق والكاظم عليهم السلام، ثم تتلمذ عليهم هؤلاء العظماء مثل الشافعي وأحمد ومئات. طبعا هذول فقط أنهم عرفوا، كان لهم طلاب ونشروا علمهم، وإلا هناك من العلماء لا يقلون بل يزيدون على مالك وأحمد والشافعي، لكن ما كان الظرف معين مهيئ لهم. ولهذا حفظت الأمة لما بقيت هذه المذاهب الأربعة التي لم يدخلها التحريف، في حين للأسف الشديد مذاهب آل البيت تنازعتها الأهواء. لماذا؟ لاختلاف الناس على آل البيت اختلافا عظيما مع الأسف الشديد، في حين كان المفروض أن يتفقوا عليهم. هذا الاختلاف أدى إلى تشويه وإلى ظهور مذاهب غير إسلامية. حينئذ نقول نحن نريد مرجعية مش يعني شخص واحد، مرجعية تنور الأمة، يعني كل العالم. شوفي خلينا واقعيين، اليهود والنصارى والبوذيين والوثني كلهم مرجعيات، والهندوس، بس احنا المسلمين ما عندنا، وخاصة المسلمين خلينا نقول بصراحة، وخاصة احنا المسلمين السنة. يمكن الشيعة عندهم مرجعية، وفعلا مش يمكن، اكيد عندهم مرجعية. اذا قال مرجع خلاص احنا ما عندنا، كل واحد مرجع نفسه. وهذه فوضى نفتح المجال للأستاذ محمد ايضا من السودان. تفضل اخ محمد. محمد تفضل. عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام. نحييكم ونسأل الله ربنا إن شاء الله يجزيكم كل خير عن هذا العمل القيم العمل المفيد للأمة الإسلامية جمعاء. ونسأل الله أن يوحد أمتنا الإسلامية، لأنه ظهر يا شيخنا الجليل في هذه الأيام كثير من الفتن وكثير من الأمور التي تبعدنا عن الدين، وكثير اختلاف يعني أئمة المسلمين من بعض المذاهب. فنسأل الله أن تدعو لهم أن يوحد الأمة. وأن يكفي هذه الأمة شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا إياها وإياكم. نحن في السودان نعاني كثير من أمثال هذه الفتن، أمثال هذه الاختلافات إلا قليلا. كل الدول أرجوك يا شيخنا أن تقدم لهم النصح والتوضيح لأهلنا في السودان، وأن تسأل لهم الله ربنا أن يوفقهم
وانتظر اللهم الله انه ربنا يجنبنا الفتن. والله يا سيد محمد، السودان كما في العراق كما في سوريا كما في مصر في مخاض، في مخاض، وان شاء الله تصل الى الشاطئ، شاطئ الامان، ويقيض الله في كل هذه الدول في كل العالم الاسلامي يقيض لهم، وهذا مأمول عقليا ونقليا وعدنا به. والعقل لا يشيء أن الأمة ستحظى بأناس أصحاب فكر ويوحدون الناس جميعا، والأمة مقبلة ومستعدة الآن على هذا لهذا، وإن شاء الله الخير قادم كما وعدنا في النصوص الصحيحة أنه هو العاقب للمتقين، وأنه ثم تعود خلافة على هذه النبوة. مش هدي فلان إلا لا أموية ولا عباسية ولا عثمانية ولا وهابية ولا صوفية، إسلامية خفيفة عقلية كما كانت في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، حياة هادئة بسيطة، المسلمون أمة واحدة لا يفرقهم شيء، وخلافات فقهية وفضيلة. وأنت تمشي من الصين إلى الغرب ما حد يقول لك أنت وين رايح. هذا الآن بدأ يطرح أن الأمة فإن شاء الله سنتين ثلاثة عشرة خمستاشر عشرين هذه في حياة الأمم لا شيء، ستعود أمة إن شاء الله ترضيك بعد هذا الخراب الذي كان مقصودا ومزروعا ومدبرا ومدمرا وقد بدأ ينهزم. المهم المرحلة الأولى وهي اكتشاف الخطأ انتهت، الأمة في هذا الربيع عرفت أن الذي كان فيها خطأ، وخاصة في هذه الأكذوبة اللي اسمها الجمهوريات، أكذوبة كبيرة مزقت كل شيء. الآن الأمة نهضت وإن شاء الله تعود، ورب العالمين سيقيض لها كما قلنا قبل قليل مرجعية فكرية مسموعة ومطاعة. يعني العز بن عبد السلام في زمانه كان مسموعا، أبو حنيفة في زمانه كان مسموعا، وهكذا كان علماء مسموعين وثقت بهم الناس بأفكارهم، وكان فيها حكام أهل دين يخافون الله واستعانوا بهؤلاء المفكرين وأقاموا دولة عظيمة دامت ألف سنة يا ابن الحلال، ألف سنة، وستعود إن شاء الله. نعم، كما قال الشاعر: الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوى مقيلة، لا تذكر الكتب السوالفة، عنده طلع الصباح فأطفئ القنديلة. وقد أوشك والحمد لله شروق هذا الصباح بعد أن طال الظلام علينا وطال الليل. وجميع الباحثين والدارسين والمستشرقين يؤكدون على أن مثل هذه الظروف التي تمر بها الأمة من فتن وإحن هي التي ولدت صلاح الدين وعمر بن عبد العزيز والقيادات الإسلامية التي أعادت للأمة والحمد لله مجدها. وكما تفضلت أن بين الأمة من علمائها وأمرائها والحمد لله من هم جديرون بحمل هذه الأمة. شوف، والدليل على هذا أن هذا التغير تغيير نفسي الهائل، يتصور واحد في حجم حاكم الأردن، حاكم مصر، ملك المغرب، يقول يا أبا تعالوا يا دولة، لأنها تجربة فريدة وحيدة والحمد لله، في إنكار ذات، في تلمس الحقيقة ناجحة، في محبة الجمع، وهذا هو، وهذه شهادة والحمد لله. باسمكم جميعا تقدم بالشكر الجزيل لشيخ العلامة الأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي حفظه الله، نفعنا الله تعالى بكم. شاكرا جميع الإخوة الذين شاركوا معنا على الهواء بتعليقاتهم المفيدة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.